إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. بطبيعة الحال متابعينا الأوفياء من قلب حديقة أمريكا اللاتينية الشهيرة، أشهر حديقة كاينة في مدينة فاس. قبل أيام قليلة بعد لايفات شوف تي في استعادت الآن الحمد لله الحديقة ديال أمريكا اللاتينية العافية ديالها، وصراحة أصبحت المياه تجري في البحيرة ديال اللي في قلب الحديقة ديال أمريكا اللاتينية. كنا دايرين لايفات، كانت رائحة تنبعث من هنا، رائحة كريهة. كانت الأشغال يعني تتقدم في هذه الحديقة، وكنا أشرنا لها بأن الحديقة غادي تعاود يتم الملء ديالها بالمياه، وكانت الاشغال ديال الصيانه ديالها. وكنا اشرنا في بث مباشر سابق على ان خاص التسريع بهذا الاشغال في هذا المكان بطبيعه الحال، لان هو المتنفس الوحيد لساكنه المنطقه ولساكنه مدينه فاس العاصمه العلميه. متابعينا الان عادت المياه لمجاريها وعادت الجريان لهذا الحديقه، والبط اللي كان كيمشي على رجليه ولا الان متابعينا كيسبح. مازال ربما البط ما مولفش بالماء، لان حرموه من الماء تقريبا واحد 15 يوم، ومازال البط راه هو مازال ما حداه، هو مازال في اليابسه عاد غينقز يسبح ويعوم متابعينا الاوفياء. واكيد لان البط كذلك غيكون فرحان بهذه الخصه وبهذا المال اللي كاين الان في قلب حديقه امريكا اللاتينيه. قلت هي المتنفس الوحيد للساكنه ديال المنطقه هنا في شونت كورس، حديقه جميله كيجيو كيقصدوها الناس. كاين كذلك مقاهي هنا، كاين لي ريستورون، كاين العاب ديال الصغار بطبيعه الحال انتم غنحاول نزوم لكم. كاين فضاءات جميله هنا في الحديقه، وكانت لربما هاد الضايه او هاد البحيره كانت الرائحه اللي كانت كتنبعث منها ملي كانوا كيصلحوها، فكانت كديرونجي الناس اللي كيجيو كيقصدوها. والان الحمد لله بعد ايام قليله تم اعطاء الانطلاقه فيها ونظفوها على ما اعتقد كانت الاشغال ديال الصيانه وديال الانتروتيان ديالها. اذا قلت هذا هو الشكل النهائي بعد ما تم لونتروتيان ديال هذه الحديقه ديال امريكا اللاتينيه والبحيره. كاينين فضاءات هنا، الناس كيجيو صراحه ما كاينينش متنفسات كبيره بالنسبه لمدينه فاس. كاين الحديقه ديال امريكا اللاتينيه، كاين بعض الفضاءات انتما كتشوفوا الناس كيوقفوا كيستمتعوا كيشوفوا بعد ما كانت كديرونجيهم الرائحه المنبعثه من قلب حديقه امريكا اللاتينيه. الان الحمد لله الريحه مشات، الماء هو بدا كيتملأ هنا، مازال عاد طلقوه على ما اعتقد ربما اليوم ديالو الاول. قلت بعد توقف لايام الان عادت الحركيه وبدات تعود الحركية لقلب أشهر حديقة كاينة في مدينة فاس، حديقة أمريكا اللاتينية بطبيعة الحال. هي بدات كتعمر، لربما في العشية ولا غدا غتكون عامرة ملوءة عن آخرها. الناس فرحانين كيجيو كيشوفوا. كانت كديرونجي صراحة، كانت مديرونجية المنظر، وكانت الرائحة اللي كانت كتنبعث من هنا رائحة صعيبة بزاف، كانت كديرونجي الزائرين. ودابا هانتوما كتشوفوا حتى لا فونتين اللي كاينه هنا، داروا فونتين هنا في الوسط اللي كتعمر بها هاد البحيره. الناس هما كيجيو كيزوروا كيطلوا كيستمتعوا كيعطيو هاد البط. هذا ها هو قرب يوصل له الماء، البط اللي كان كيمشي على رجليه في قلب يعني هاد البحيره، الان غادي يسبح وغادي تعود المياه المجاريه. مساكن ولفوا باليابسه، كتشوفوا حتى البط مازال ما نقز باش يسبح. قلت كاين فضاءات هنا في هذه الحديقه متابعينا الاوفياء اللي كيقصدوها الساكنه ديال فاس. ما كاينش هنا كتعرفوا فاس مدينه داخليه، ما فيهاش بحر، ما فيهاش ف
فضاءات ما فيهاش كورنيش، فكيضطروا الساكنه على انهم يخرجوا اما للشوارع ديال مدينه فاس ممثله في شارع الحسن الثاني اللي فيه هو كذلك حدائق والعاب، فضاءات ديال الالعاب ديال يعني الصغار، كذلك الحديقه ديال لاله مريم، الحديقه ديال بالنسبه للاحياء الشعبيه كاين حدائق بعض الاحياء الشعبيه، كاين شارع محمد السادس، كاين شارع الحسن الثاني، شارع علال بن عبد الله، شارع لربما الجيش الملكي، هادو شوارع اللي كيخرجوا الناس كي في العشيه كيتساراو فيهم كيبدلوا الجو. ومن بين الحدائق اللي كاينين كاينه في مدينه فاس اشهر حديقه اللي هي حديقه امريكا اللاتينيه اللي الان حنا دايرين فيها البث المباشر، وكاينه الحديقه ديال لاله مريم، كاينه الحديقه ديال لاله امينه اللي كاينه حدا الجرده ديال الريكس، كاينه حديقه واحده اخرى لربما كاينش حدائق بزاف صراحه فاس. من بين اشهر الحدائق اللي كاينين هي الحديقه ديال امريكا اللاتينيه اللي كانت صوبات، وصراحه هي فضاء شاسع هنا اللي كيقصدوه يعني الناس الساكنه ديال فاس بكثافه، خاصه بعد ما صوبوا هاد لي ريستورون هنايا ولي كافيتيريا، كاينين هاد الكافيتيريا عاد شنو جداد كتعمر الدنيا هنا بزاف، كانت ريحه كتنبعت من هنا خانزه بزاف. الناس دابا الحمد لله بعد ما عطاو انطلاقه لهاد البحيره كتعمر، فاحنا كنا السباقين لنشر يعني استجبنا للطلبات ديال الساكنه وجينا درنا هنا ميكرو تروتوار وخدينا الاراء ديال الساكنه بخصوص يعني الرائحه الكريهه اللي كانت كتنبعت من هنا. والان بعد ما تم اعطاء الانطلاقه ديالها جينا وكنوجهوا الشكر لكل القائمين على اصلاح هذه البحيره، نتمنوا على ان الجوده ديال المياه تكون في المستوى المطلوب، وكذلك نتمنوا على ان يكون لونتروتيان بصفه يعني مستمره ولكن ما يتعطلوش في الاشغال في لي طرافو، ما يكونوش كيتعطلوا بزاف، لان ماشي شي مشروع اللي غيحتاج لان يتعطلوا فيه واحد يعني المده طويله وباش ما ديروهاش الساكنه مره اخرى. فضاء جميل غادي تعمر يعني البحيره وغادي تشوفوا البط كيسبح وغتشوفوا الناس كيستمتعوا بهذا الفضاء الجميل اللي كاين هنا في قلب العاصمه العلميه للمملكه. فمتابعينا الاوفياء اكيد يعني جيتوا لمدينه فاس، واش سبق لكم ما نشوفوا التفاعلات ديالكم في التعليقات، واش سبق لكم زرتوا مدينه فاس وبالخصوص حديقه امريكا اللاتينيه اللي كاينه في قلب مدينه فاس في شونت كورس، وسبق لكم جيتوا لهذا الفضاء المتميز؟ كنتنتظر التعليقات ديالكم بطبيعه الحال. اذا غنحاول نقرا التعليقات ديالكم بهاتف اخر، دائما في انتظار التفاعل ديالكم والتعليق ديالكم، وكنعتذر مره اخرى على الصوت ديالي اللي لربما غيبان لكم الصوت غير عادي لان مريت شويه بنزله ديال البرد، فكنعتذر مرة أخرى على الصوت ديالي اللي شوية غيجيكم شوية غريب على المعتاد. غنحاول نقرأ التعليقات ديالكم متابعينا على صفحة شوف تي في لايف، بس عن بهاتف آخر. غيجيكم شوية غريب على المعتاد. اذا واش عندكم امريكا اللاتينيه في المغرب؟ هذه حديقه امريكا اللاتينيه، الاسم تسمات على حديقه امريكا اللاتينيه. الله يشافيها ويدير لها التوب الخير يا ربي، يشوف من حالها. شكون هي؟ شكون هي السي احمد؟ الحديقه راه مزيان دابا. اذا دائما في انتظار التعليقات ديالكم متابعينا، كيطلعوا لي التعليقات ديالكم. سعيد المعلم تحياتي لك خويا منصف، محمد الطلياني راك عزيز وغالي، شكرا سي محمد الطلياني، الله يكبر بك، الله يحفظك السي محمد. أين أنتم يا مسؤولون؟ سي عبد الله فاس، مرحبا سي عبد الله، مرحبا، شكرا على التعليقات ديالك والتفاعل ديالك. تحياتي لك خويا منصف، تحية متبادلة سي محمد، شكرا خويا، الله يكبر بك. إذا دائما كنحاول نقرا التفاعلات ديالكم، واش سبق لكم جيتوا لحديقة أمريكا اللاتينية؟ شنو هي السي حكيم الله يرحمها؟ شنو هي؟ الله يرحمنا. كاين اللي كيقول مسكينه، كاين اللي كيقول الله يرحمها، شنو هي ما نعرفش. هاي الان الحديقه كتعمر متابعينا، قال لها بضع دقائق او بضع ساعات غتكون عامره عن اخرها،
كنا جينا لهنا ودرنا بث مباشر تحدثنا فيه على الرائحة اللي كانت كتنبعث من هنا قبل ما تعمر الحديقة بطبيعة الحال. والآن جينا وكنقولوا على أن الساكنة ديال فاس لأن المتنفس ديالهم اللي كانوا كيزوروه بكثافة بطبيعة الحال كيجي وكيرفعوا على النفس. كانت كديرونجيهم الرائحة اللي كانت كتنبعث من هنا بحديقة أمريكا اللاتينية. بسيط كنتحدث معكم كنقولوا للساكنة ديال فاس الآن الحمد لله راه البحيرة اللي كانت كتجي وكتستمتعوا يعني بالمنظر ديالها راها الآن تصلحات وراه كتعمر بالماء راه نظفوها والرائحة ما بقاتش الرائحة اللي كانت كديرونجي. فممكن لأنكم تعاودوا تجيو مرة أخرى تجيبوا وليداتكم. كاين بارك هنايا، كاين فضاء ديال الألعاب، كاين لي كافيتيريا اللي كاينين هنا، كاين فضاءات متعددة. وأسبق لكم الآن متابعينا وأسبق لكم زرتوا هذا الفضاء الجميل اللي كاين في مدينة فاس. تحياتي نوري إدريسي، تحياتي خويا العزيز من ألمانيا، تحياتي لك سي نوري الإدريسي. كنحييك على التعليق ديالك وعلى التتبع ديالك لينا من ألمانيا، وتحية لكل يعني الساكنة ديال المدن عبر العالم بطبيعة الحال ديال الدول المغربية الجالية المغربية المقيمة بالخارج ديال جنات السبيل. هذه ماشي الأمريكا خايل، لا خويا ديال أمريكا اللاتينية، هذه هذه ديال شونت كورس. ها انتوما شوفوا هذه حديقة ديال شونت كورس، هذا منين اللي كاين راه في راه في شونت كورس، ماشي ديال جنات السبيل أخويا، ماشي ديال جنات السبيل. كلامك هو الكبير. لا سي ايوب ماشي جنات السبيل، هذه زوينة تبارك الله. نعم انا غنحاول نساليكم واخا كنحاول نيفيتي ونبينو الناس بطبيعة الحال كاين اللي ما غيبغيش يبان. كاين الفضاء ديال الالعاب. لا سي ايوب هذه حديقة امريكا اللاتينية ديال شونت كورس، معروفة بالحديقة ديال شونت كورس، ماشي جنات السبيل. جنات السبيل باين ومعروف وماشي هو هذا الديزاين ديال جنات السبيل. وسبق لكم زرتوا هذه الحديقة وهذا الفضاء المتميز في مدينة فاس. في انتظار التعليقات ديالكم. وسبق لكم زرتوا هذه الحديقة وهذا الفضاء المتميز في مدينة فاس. إذا متابعي مشاهدي قناة شوف تي في غادي نكتفي بهذا القدر إلى أن اللقاء بكم في بث مباشر آخر. شكرا، كنت معكم مراسل قناة المنصف بودري والسلام عليكم ورحمة الله.